أوائل خريج الكليات العسكرية وكلية الشرطة يقدمون هدية تذكارية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. سيادة الرئيس، إن أبناءك ورجالك خريج الكلية العسكرية يقفون أمام سيادتكم اليوم، أقدامهم ثابتة على الأرض ورؤوسهم تكاد تلامس السماء، فقد أصبحوا اليوم يحملون في أعناقهم مسؤولية حماية وطن وضع ثقته المطلقة في رجال جيشه. نعدك يا سيادة الرئيس أن نكون على قدر هذه المسؤولية، ونعد شعبنا العظيم بأن نسير على درب الأجيال السابقة بنفس الروح وبنفس العزيمة والإصرار التي حافظوا بها على هيبة مصر وكرامتها. وبهذه المناسبة العظيمة يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الكلية العسكرية تعبيرا عن ولائنا وانتمائنا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة. فلتتفضل سيادة الرئيس. ويشارك أوائل الجامعات المصرية أشقائهم خريج الكليات العسكرية حفلهم اليوم ويقدمون لهم التهنئة. سيادة الرئيس، في هذا اليوم المشهود يسعدنا نحن أوائل خريج الجامعات المصرية أن نشارك جموع شعب مصر فرحتها وسعادتها بانطلاقة جيل جديد من حماة الوطن والساهرين على أمنه خريج الكليات العسكرية وكلية الشرطة، في مشهد تتجلى فيه أسمى آيات التناغم والتلاحم بين شعب مصر الأبي وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة وقضائها الشامخ. من هنا، من أرض الكلية الحربية، مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض للعسكرية المصرية، نقف جنبا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا خريج الكليات العسكرية وكلية الشرطة. نقسم جميعا بأن نبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، متسلحين بما حصلنا عليه من معارف ومهارات، ومعززين جهدنا بدعمكم المستمر للشباب لتبقى راية مصر عالية خفاقة. سيادة الرئيس، في هذه المناسبة العظيمة وبكل مشاعر الفخر والاعتزاز يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الجامعات المصرية. تقديراً لسيادتكم وتأكيداً على الثقة المطلقة في قيادتكم الحكيمة، مستلهمين من روح نصر أكتوبر المجيد تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، داعين الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يحمي مصر وشعبها من كل شر، لتبقى هذه الأرض الطيبة وأهلها الأبرار في أمان الله وحفظه، مرددين وراءكم بقلوبنا قبل ألسنتنا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فلتتفضل سيادة الرئيس.